وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة العزيز من طراز ميكو A200 التي تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتي تعد واحدة من أصل 4 فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة العزيز بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، مشيرا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلها للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري. أقوى قوات دلوقتي ودخلت معدات حديثة كتيرة، يمكن طول السنين اللي فاتت دي ما كانش فيه التقدم اللي في القوات البحرية زي دلوقتي، فاحنا بنشكر سيادة الرئيس وربنا يخليه لنا والمصر. يعني من الأربع جهات خطر، فده بالنسبة لنا أمان، منتهى الأمان طبعا، حاجة جميلة طبعا. هي دي بداية الأمان، البحر عندنا بداية الأمان. الرئيس عمل كتير، وخصوصا ان هو قائد عسكري فاهم يعني ايه قوة عسكرية، لان السلام والتنمية والاقتصاد لازم تحمي القوة العسكرية. دولة بدون قوة عسكرية دولة ضعيفة، واحنا شفنا العالم كله دلوقتي بيرجع تاني اليد القوية تحمي الاقتصاد. والله ده شرف لنا كلنا كمصريين ان احنا عندنا قوات بحرية بهذا المستوى في عصر فيه كل الدول العربية محتاجة القوة والمساندة، واحنا بكرم ربنا علينا الحمد لله شعب واحد ويد واحدة. والنهارده يكفي ان في هذه الفترة الصعبة في العالم كله عندنا هذه القوات اللي احنا بنشوفها في البحر، حاجة تفرح فخر لينا والمصر والعرب كلها هذه القوة المستمدة، وياريت كلنا كشعب مصر نحافظ عليها ونكون ايد واحدة، واحنا طبعا قادرين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.